اللاعب العربي المعروف، النجم العربي المعروف اللي كان عايش في بريطانيا ولعب في 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 انجلترا. نسأله عن اهلا بك كابتن ميدو، وشرفتنا باتصالك، ونبي نركز تحديدا على الفتره اللي لعبت فيها في انجلترا، عن عنصريه الاعلام. هل هناك عنصريه في الاعلام الانجليزي؟ وهل هناك عنصريه في المدرجات؟ وهل تعرضت لشيء من هذا النوع؟ اهلا بحضرتك طبعا، واهلا بضيوفك، سعيد ان انا اكون موجود معاكم. طبعا يعني كان في بعض المتشددين، في خاصه من بعض الجماهير، وانا تعرضت لمواقف قبل كده وحصل فيها تحقيق من الاتحاد الانجليزي، سواء كانت جماهير ساوثهامبتون او جماهير وستهام او جماهير نيوكاسل، كانت عناصر يعني اساءات عنصريه وهتافات عنصريه ضد المسلمين متمثله في وجودي. عايز اقول ان الشعب البريطاني بصفه عامه يعني شعب مش عنصري الحقيقه، شعب يعني شعب محترم جدا، لكن طبعا في بعض المتطرفين وفي بعض الاكسبشنز او بعض الاستثناءات يعني الخارجين عن النص. عايز اكد على حاجتين. اول حاجه، الصحافه البريطانيه صحافه محترفه في التوجيه، يعني ان هي توجه قضيه معينه في اتجاه هي عايزاه، وكلنا طبعا شايفين ازاي الصحافه البريطانيه بتتزعم حمله ضد تنظيم قطر لكاس العالم 2022، وهم محترفين في مثل هذه الحملات. يعني الصحافه البريطانيه محترفين في توجيه الحملات ضد شخص او ضد مؤسسه او ضد دوله معينه. احنا كلنا شايفين اللي بيحصل ضد قطر دلوقتي، والحمله دي حمله ممنهجه وحمله منظمه بشكل كبير جدا. انا عن نفسي كان ليا تجربه، عايز اتكلم على حاجتين. الحاجه الاولانيه من التعامل الشخصي مع القطريين، وكان ليا تجربه في دي ان سبورتس او الجزيره الرياضيه، وكنت عايش في قطر لمده 6 شهور، والحقيقه الشعب القطري شعب محترم جدا، شعب عاملوني كاني في بيتي من اول يوم وسهلوا لي كل حاجه. لانك من اهل البيت اساسا كابتن، لانك اساسا من اهل البيت، كلنا عرب يعني، ولا يعني ولا فخر للقطريين انهم يتعاملوا مع احد ابنائهم بهذا التعامل. الحديث الان كابتن عن الصحافه البريطانيه والجماهير البريطانيه بعد ما تعرضت لما تعرضت له، يعني في مباراه 2007 اللي في بين ميدلسبرو ونيوكاسل، حققوا في هذا الجانب، ما هي النتيجه وما هي الاجراءات التي اتخذت في هذا الجانب كابتن؟ الحقيقه كانت اجراءات مهمشه، كانت اجراءات ضعيفه جدا من قبل الاتحاد الانجليزي. اعتقد في النهايه يعني ادوا حفظت في الادراج يعني؟ يعني كانت اجراءات، كان في تحقيقات ان هم رغم ان هي الصياحات او الجماهير قالته كان واضح للجميع، كان في اجراءات، وفي الاخر اتعملت غرامه على 2 أو 3 مشجعين. ما كانش في صرامه من الاتحاد الانجليزي في اتخاذ عقوبات. طيب كابتن، لو كان هذا الامر يعني مع واحد اسرائيلي، هل الاسرائيليين هل تم التعرض لهم في هذه بمثل هذه الامور، بمثل هذه الالفاظ وبمثل هذه الحملات؟ والله هو حصل فعلا ضد جماهير، انت عارف ان جماهير توتنهام يعني هي ممثله لل يعني لمعقل اليهود في انجلترا وكمؤسسه. لما الجماهير الثانيه، جماهير الفرق الاخرى، كانت بتعمل جماهير بتعمل صحات معادية لجماهير توتنهام عن طريق الديانة، تم اتخاذ اجراءات صارمة ضد جماهير الفرق الاخرى. لكن في النهاية انا مش عايز اعمل مقارنات، انا بتكلم على موقف شخص انا تعرضت له. انا ما كنتش شايف ان في عقوبات صارمة من الاتحاد الانجليزي ضد المشجعين المتطرفين اللي هم اساءوا للدين الاسلامي واساءوا للمسلمين في المملكة المتحدة. شكرا لك كابتن حسام. شكرا. يعني رجل شرفتنا ورفعت رؤوسنا في نجم عربي بالتأكيد.